قتل زعيم من جماعة الشباب الصومالية في قصف جوي أمريكي في الثاني من كانون الأول ديسمبر، أودى أيضا بحياة عنصرين آخرين من جماعة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة بحسب ما أعلن البنتاغون الاثنين. وقال المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك في بيان إن عبد الرحمن ساندهيري والمعروف أيضا باسم يوكاش، وهو مسؤول كبير في الشباب، قتل في ضربة جوية عسكرية في الصومال في الثاني من كانون الأول ديسمبر.